إذا أحد أنواع خاصة من الفلترز من الباند ستوب هي it's a special type. Special type of band stop filters اسمه notch filter. النوتش فلتر هو فلتر ممكن يركز على الفريكونسي، يعني very very narrow band بركز على هاي الفريكونسي بس بتخلص منها. أحسن example عليها إذا عندي 50 هرتز، إذا عندي نويز من 50 هرتز حتى احاول اتخلص منه، احسن طريقه اتخلص منه في النوتش فلتر. يعني لو افرض عندك سيجنال، انت هاي السيجنال تبعتك، ولما اطلعت على السيجنال وجدت انه مركب عليها سيجنال خارجي او سيجنال نويز 50 هرتز، ففي سيجنال هون 50 هرتز معمولها سوبر بوزيشن على السيجنال تبعتك. هلا في ان تايم صعب اني اتخلص من هدول ان ذا تايم دومين، يعني هذا اذا كانه تايم وهي هون V of T signal اللي هي بتساوي السيجنال تبعتك زائد النويز، مركبين على بعض مجموعين additive noise. إذا بدي أحاول أتخلص من هاي النوتش فلتر صعب أتخلص منه بالتايم دومين، بس بالفريكونسي دومين سهل، خصوصا إذا هذا حولت للفريكونسي دومين F، وجدت هون مثلا إنه السيجنال تبعتي هاي السبيكترم تبعها فرضا من 1 هرتز مثلا ل 20 هرتز، وجدت انه هذا سبيكترم تبعت السيجنال تبعتي فيري فيري لو فريكونسي، وال 50 هرتز وين صايره؟ لاحظوا هذا هون ايش الاكسس؟ فريكونسي. شو بنسمي هاي؟ هذا سبيكترم اللي هو بفرجيني تقسيم السيجنال بالفريكونسيز تبعتها، بالفريكونسي كونتنت تبعها. هلا هون في عندي ديستنكشن واضحه سهله، فممكن اجي اتخلص، وممكن مثلا تكون المشكله انه عندي كمان سيجنال ثانيه مش نويز، سيجنال انا بدي اياها كمان الفريكونسي مثلا تبعتها موجوده على 70 هرتز مثلا ل 100 هرتز فرضا. هلا هون احسن تطبيق اني استخدم نوتش فلتر. انا ما بدي اتخلص من هذه السيجنال ولا بدي اتخلص من هذه السيجنال، بدي اتخلص بس من ال 50 هرتز اللي موجوده هون. فاحسن طريقه اني استعمل النوتش فلتر، هذا في نوتش فلتر اسمه 20 وعلى فكرة هذا عبارة عن parallel combination زي اللي رسمناها قبل شوي، parallel combination of low pass و high pass. نفس الباند باس يعني، نفس الباند ستوب. باند ستوب، هو نفس الباند ستوب بالضبط. فعندي هون راح يكون عندي مقاومة، كاباسيتر، مقاومة، هيك، وبعدين كاباسيتر، مقاومة. وبعدين بشبك هاد مع هاد وهاد مع هاد، كأني ايش عملت هون؟ لاحظوا تطلعوا اللي فوق، ايش اللي فوق؟ لو باس ولا هاي باس فلتر؟ لو باس مش هيك؟ لأن الفريكونسيز تصير هاي باس، شو بيعمل عمال الكاباستر عليها؟ بيعمل شورت. الفريكونسي ايش الامبيدنس تبعت الكاباستر هاي فريكونسيز ايش بصير؟ فيري لو، فبصير هذا كأنه شورت سيركت، فعماله بيمنع الهاي فريكونسيز انها تمر، بسمح اللو فريكونسيز شو بتشوف الكاباستر كانه اوبن سيركت، فكانها هيك مظبوط. بتطلع على اللي تحت هذا سيريز امبيدنس وهذا سيريز امبيدنس، فالفريكونسي تبع ايش الامبيدنس تبعت هذا ات هاي فريكونسيز زيرو، كانه شورت سيركت كانه بمررها. طب ات لو فريكونسيز ايش بتبين هذا؟ اذا هذا عباره عن لو باس فلتر، هذا عباره عن ال بي اف، هذا عبارة عن هاي باس فلتر. كيف شبكناهم؟ ان سيريز ولا ان بارلل؟ كأنه شابكينهم احنا ان بارلل. فعندي صار هلا هذا القيم انا ما بشتقهم، ما بعرف وين اشتقاقهم صار، بس انا باخذهم از جيفن، هذا ار وهذا ار وهذا سي وهذا سي وهذا هاف ار وهذا 2 سي. هلا هذا تقدر تحسبه بحيث انه يعطيك مثلا ال 50 هرتز الفورمولا تبعتها اف بتساوي 1 على 2 باي، اظن انها ار سي، خلينا نتاكد. واحد على 2 باي ار سي، هاي الماينس 3 دي بي بوينت ولا مش هاي؟
نفس الشيء 1 على 2 باي ار سي، وهذه هي الاف نوتش. عارفين كلمه نوتش في اللغه شو معناها؟ نوتش اذا جبت الورقه هاي قطعه مثلث هيك وعملت هيك فيها قطع صغير جدا، شايفينه كاني زي قصيت بس بمنشار شغله بسيطه. النوتش هي النوتش فريكوانسي، هاي النوتش هي الفريكوانسي اللي عم بالي احاول اتجنبها. فالمفروض هذا الترانسفير فانكشن تبعته تصير او البودي بلوت للماجنتيود يصير شكله زي هيك عند ال 50 هرتز، فيري نارو باند ستوب، بس ستوب باند ويث فيري فيري نارو والمركز على ال 50 هرتز. طبعا بدي اختار ار سي هون بشكل مناسب بحيث يعطوني هذه 50 هرتز. هذا عباره عن باند ستوب فلتر او نوتش فلتر، نوتش على فريكونسي محدده بعمل ستوب.